يقول لي يا ابا حمزه لقد مات ابي الحسين عطشان كيف اشرب الماء وقد مات ابي غرسان هذا اليوم قضى الإمام زين العابدين نحبه لم يكن معه سوى الإمام الباقر سلام الله عليه ولكن حرق الجيل الحسين الإمام زين العابدين مد يده أسفل رجليه حتى بارق روعه والحياة غريبا عن الأوطان أين المنادي واي ماما أين المنادي وسيدة ومسمومة وغريبة يا وغريبة بعد القضاء من دفن أبيه الإمام الباقر رجع إلى بيتام والأرض قالت له زينب أما ولكن حرق المينك يا باعك الناس من قام بتمثيلك من قام بتكوينك والله ثلاثا على الرقاء كبر يا وداع حتى الله رحت عنك كيف حسرة وقاعد وداع منك مروني على جثتك ولنك يا عارم سلبي معفايا صعب يا زينب مولاتي مرت على الإمام زين العابدين أي مصيبة نتحدث عنها مصيبة يوم نادي المنادي يركبون على النياق أركبت العائلة زينب التفت الإمام زين العابدين إلى عمته زينب قال عمتي من يركبك على ظهر الناقة فأنا عليل قالت عمتي إن معي من يركبني من دارت وجهه يقول دارت وجهها صوب العلقم نادت ثلاثا حبيبي يا عباس نور عيني يا عباس واركبتني في محملي يا قال وهو يدقب بالانفاس بدو اروح لك يا مولاي يا زين العابدين قال وهو يدقب بالانفاس اركب انتي وخليني ويا هالناس دارت عينها وصاحت يا عباس يا عباس خويا ضعن الحرم عتب ورعتب يقول لما اركبوهم نظر الامام زين العابدين الى عمته زينب قال عم انظري الى هذه الناقه تبكي عم تعلمين ماذا تقول قالت له لا عمه قال عم تقول معشر المياه رفقا ببنات رسول الله هذه الناقه تدير عينيها على الامام زين العابدين تقول بهيدا 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 يا عم لا تونوا
يعني يقول كل ما بشطفت يضربونا بصوت مولاتي انا اتجسر علي اشوف ربان الفقار هيا جد علي انا الادب جو يا عم ولا ما تدري من عادتي شلون ابويا يخش يوم خش يوم هذا زين العابدين اليوم ابويا يمشون باحبابهم نازل نختم فاطمة الزهراء المنوره اليوم عظم الله لك اجر مولاتي مولاتي اصحاب حواجهنا جايين عند بنت زينب نظره من عندك عندهم مره جايين من العراق واسود عندهم مره اصحاب حوائج يا الله الهي بزينب تقضي حوائج شافي مرضاك يا الله زينب ليله الحادي عشر من المحرم سمعت انين عند الساد القتلى تعرف صوت امها وإذا بفاطمة تقول أنا مو بعيدة مو بعيدة أنا ابنك يا زينب مو بعيدة أنا شفت حسين من عزة وريدة يا ثلاث أيام أنا ساكن البيت أدور شبع ضيدة يا الله يا إلهنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها يا الله وبعليها وبنيها بالصبر المستودع فيها بصبر زينب بعطش الحسين بضربة الحسين بكبد الإمام زين العابدين المظلوم البعيد عن الأوطان ولكن احنا يا زينب جايبين السلام من اخوك العباس لما سقط العباس يقول العباس التفت للحسين يقول لي يا حسين خويا سلمنا على خدمة امانة من العباس اللي جاي زينب العباس ما ناسيك احنا منزور لك نيابه يا ام العباس يقول لي يا اخويا حسين سلمنا على خدنا وقل له المنية باركتنا والله قل له المنية باركتنا الهي نقسم عليك بزين العابدين وسيد الساجدين وبهذا اليوم يوم شهادتي شافي مرضى المؤمنين اقضي حوائج المحتاجين واني من طالب الدرية يا الله والي المرضى شافيهم البسهم ثوب العافية من كان عندهم مريض غايبا كان حاضرا شافي يا الله بزينب هذه العيادة خالية يا الله بهذا اليوم نقسم عليك يا زينب أنت تدعينا من جوارك وعوادش يا الله فاتحة هدية إلى روح الإمام زين العابدين وسيد الساجدين أمواتكم أمواتنا رحم اسمك بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.